الو ناهد تسمع فيا؟ قيد عندك نمر الكهرباء هذا 159 139 56 39. دونك المكبة بتاعك معاك. فين ولدي؟ فين زياد؟ فين ولدي؟ لديش اسمك؟ نحن نسمع في مين؟ كل شيء يجي في وقته. وينو الارتيكل؟ فين ولدي؟ ما عنديش وقت نضيعه معك. قلت لك وينو الارتيكل؟ في الكرابة. باين نجم تخليه عندك. شو معناه نجم خليه عندي؟ شو معناه؟ اش تقصد؟ باهي هذا سؤال قيم. تو هذا حد نيتك ماشي بالك تجيب لي الارتيكل وفاد الحكاية؟ يا ولا صحفي يا ولا سي هيثم. استحب مني استحب استحب اعطيني ولدي اعطيني ولدي. الارتيكل تنجم تخليه عندك تنفخه وتكتب مياه كيف وانت والمدام عديو بيه ساري مش دنيا المدام ابعثي لي عندي بنحكي معها. عندك حاجة تخصني؟ تصور فكرت ولا ابا تصور ورحمه امي شويه الكبيره لو كان ما تجيبش كوبيه متصور ولا ما نرزيك في مرتك وفي ولدك خليك تدور في الشوارع كي المهبول صف في التراب اكوردو سايب. اعطيني ولدي نعطيك تصور. شوف يا سيدي طلع اطلع يمشي معك نهرب انت ها؟ خليني نايرين ولا ثلاثة نعمل حساباتي نطلع ونهبط وانت هدي اعصابك وبعد نحكي تاكوردو. جهوني والباشي سيد 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 امشي سعي وخلي شمنا شربت قهوتك؟ ليه شربها مع نجلة أنا؟ وي عندك الحق. في بالك اللي عجبتني برشا البارحة؟ أي طوميو طوميو. يظهر لي كنت غلطة فيها. عن الأحمر ولا تستعرف تو معناها؟ هذاك الكبر. نفختك ولا. أي توتي. وسالي عاد. تنى ما هكا. Oui, ma puce. Oui, Aziz.
مع حضرك. هما من غير ما تعدي لي للدار يجيني طول القهوة. هاني في نطخة نستنيك. اوكي باي باي بيجي. مدام ثم شكون جاي يحب يقابلك؟ شكون؟ الكرتوفله اللي جيت ديما هنا مع مهدي نجلا يظهر لي قولها تدخل لما جاي. لا لا عايش باش نخدم على روحي. يعيشك علاش تعب في روحك؟ علاش جايبهم على كرامي انا باش نقلق روحي؟ يعيشك. شد قلت فما ديزانونس بغيت تلقى خدمه ولا حاجه. ميرسي. ميرسي يا كهو. مرحبا بيك. عايشك مهدي مش هوني؟ في بالي خاطر في القهوة يستنى فيا. أنا جاي على خاطرك أنت. معناها خممت مليح في اللي حكينا فيه. الحكاية ما تستحقش تخمم مدام حنان. ولدك تسكر وتعلق تليفونك على ولدي؟ عطاك الوقت؟ ايوي عطاني الوقت. ريت قداش ما نحشمش. تعرف مدام ليلة اللي روحنا من الغستوران قعدت نتهز ونتحط بالعصب ليكل في روحي ماكله. اما في سما وليت نضحك. ابو نضحك عليك علاش اللي كيف كونفيت ما نجمتش حتى نكرك تلما سخفت. نعم اوه ما عندك حتى فكره قداش سخفتني. تعرف علاش؟ ترى خاطرك مسكينه وحدانيه وقاتلك تهلويس ابسط
حاجة مثلا. أنا جو سي سيغ كونو ما عندكش أصحاب، مش على خاطرك ما تحبش، خاطرك ما تنجمش. أنت مرأة تهلوس لدرجة اللي يقربلكم تصخيبوا طمع فيكم، وما جاش لبالك لحظة إنه هذا الكل ما يعنينيش. أتنسيون جون في، رد بالك، قاعدة تطول في لسانك وأنا ساكت عليك. وكان بوك أمك ما ربيوكش، أنا هي اللي باش نربيك ليلى. أوه الحمد لله مرأة كيفك ما ربتنيش. إذا يغبهت كيف مهدي ولدك، وكانك على بابا أمي. تنكيت ربيوني مليح مليح، ربيوني سختو باش ما ندوخش قدام الناس اللي كيفك، قدام الشيء هذا الكل، وأنه الفلوس سنوي كمويان. وأمي اللي تعرفها خاطرها تشي روبة 100,000، هذي وجعتك برشا. أستاذة تقري وتوري وتربي في أولاد الناس، منهم مهدي ولدك اللي ترعش عليه وخايف عليه، قول قطع كريستال باش يتكسر. امبرسيونون، قعدت ترينا برشا قدام المرايه باش تحضر لي الديسكور هذا الكل، وجيتني حتى لداري باش تقولهولي. نصح رقعتك. نو انا جايه باش نرجع لك هذوما، خاطر ما حشتيش بكتبتك، وما حشتيش بولدك، وما حشتيش بالصغبان اللي تحب تغمني بيه. خاطر اللي متغطي بمتاع الناس هري، وانا بقرايتي وشهيتي باش نوصل بعيد برشا. ونفسي عزيزه، اسمي نجله العميري، تفكروا مليح الاسم. اخرج عليا. حاجه اخرى، انت مرا باش تكمل حياتك وحدك، تظفر في الشيب في دار جلاس وموحشه، انت بصغارك كانك مسخنه بيهم اكتافك، باش يجي نهار ويطيشوك، مش على خاطر باش يعرسوا ويعملوا حياتهم فهديتو، خاطر باش تدمرهم وتدمر روحك. انت مالوغوزمون ضحيت نفسك. قول قالتها نجله، نجله العميري، ريت علي تسخفني. اخرج علي، اخرج. يا زهرة بربي يخوض بخطرها، الطفلة ما تحبش تخدم في الديار كيف كنتي. انتي هذاك اش عاملة حاتينا بالله؟ امي لقيتها ناس. بيتي فجعتني. اش بحثتي؟ ان شاء الله خير. حاجتهم فوندوز في دبي. دبي جملة؟ ولوش الغربة بناتي مازلت صغيرة؟ تينا صغيرة امي، تي هما اللي طالبينهم بين 20 و23 سنة. خليني نجرب على امي بكش ربي يحلها في وجوهنا. خليها خليها زهرة تمشي تجرب ساعتها، خايف عليها يا اخي، هي ملفوفة في القطن. عايشك يا خالتي من جاية باهي. هيا الزوج قول. مش باش نقول انا، هاكم قرنت الراس علي، برا سالو شوفوا. هاو ايا قوم افطر. ما عينيش نيكا، ماني جيعانة. على كيفك، انا ما غصبش عليك. ما غصبتش عليا، اما مرشتوني بالدخول والخروج. مرام نصيحة ليا زيد كاش زيد. مانيش قاعدة نصيحة عليك. أي ظهر فيك هبلت، هذا كل مدلال. بيسكر الباب وما عادش يجيني حتى حد. هذا ما عادش دلال، هذا هبال، هذا قلة أحياء. أوه يا أخي ما تفهموش ليه كبد على أعصابه تخطاوها. نعم لله على أعصابك ما هو لاباس، اشتمى اش خليت وراك؟ صغار، عائلة، مسؤولية، يا هك تتشخل على ليل ونهار، على الأقل احمد ربي وظهر شوية تربية. وأنت كيف أمك الكشة والنشة، أمك. ايش هون بسيح برا برا مشي شوف اختك برا، شوفها شبيها تعيط وتصيح قتلك على اعصابها. اف اف تنفخ عليا؟ مي كيسكو سيك سا؟ شنيا هالحاله في هالدار؟ العيشة معكم مرارت ديما الوجوه ممدوده. والله لين عليك، اما انا بيتي باش نقصرها. وانا شي يهمني بالله ايش مدخلني فيكم؟ ان شاء الله تقضى، الله لا يهدكم، اما شويه احترام وقدر ربهم تدفين، وانتم كان الكشه والنشا. ماني قلت ما يجيني حد، ما يدوبني حد. شبيه هم كيما تحكي هاي السوق، شو عملت؟ ها؟ ينطخ من شنيا قسكرا؟ يجي اقعد بحذايا ترس. ترس واحكي لي شبيه. مهدي. تقريب انا حبل مرام عاودش قلت انا عندي شكوى كهو خمس خيب روحك عايش انتي لله ها مخك ولا هبلت
بيه يسمع. انت جيب لي التيست دو غروسيس وشهمك في الباقي هكا ترفي بجروني. ها ما تقدر حد اخي انت، ما تعمل حساب حد. اي عادل زيد انت تاخذ مصروفك، يا تجيب لي التيست دو غروسيس يا ما عنديش وقت للرسوم دو غروسيس. على ولدي بشي ثعبيني داية وعيني تغزل عليها كي عايث منستنى فيك بش تجيب لي خبير باهي. مروحني مدمدم لكلك ودماتك شرتلة. علاش ما عطيتهمش تصور وسيبتنا؟ قلت لهم ما نعطيكم تصور كان ما تعطيوني زياد. علي يا عايث بش عملتلك عليه؟ علي ما عطيتهمش تصور؟ ما هو في تليفونك فوقك تصور. علاش لازم تزيدني غصرة على غصرة؟ صلي عني بي يا ناهد، صلي عني بي. عنده الحق راجل، شكون ضامن لنا اللي هما باش يرجعوه؟ وتشوفوا بعينينا تشوف شعملوا فينا اليوم. يا بنتي شنو يديروا؟ توا باش يكلمك هنايا. وليد. ناهد. عايش اختي. اسمع نزور كلينيك توا، خلينا نخرج الكرهبة. عزيزتي مهدي تحرك برا احكي لامك. بها ما نعيش خويا. قلت لك تحرك برا مش احكي لامك. اما نعيش خويا بها نمشي نحكي لما. اما بربي اجا معايا. شو مرا مانيش تروحي بسيف باش ما نكسرلكش وجهك. وناسك خرج لي منها الحكايه نبص عليك وعليه. تو تحمل مسؤوليه عمايلك، ما تخلي فيهم الخباب نتاعك كذا. يا ناس عايز قلبك منصابني شوفوا جرايرو منابني. يا ناس عايز قلبك منصابني عايز قلبك منصابني عزيز قلبك منصابني. يا عزيز قلبك منصابني شوفوا جرايرو منابني. يا عزيز قلبك منصابني شوفوا جرايرو. يا ماذا حصل كبير وصغير فيا يتغسل. شوفوا جرايرو يا ماذا حصل يا ناس يسكن بكل
قولك يا معلم. معلم صاحبي برجولية بلاصتك مش هون. قول انت في محطة باب علي وخير. قلت لك يا محمود غادي برشا عباد اكثر ونزيد نلمدوا فلوس اكثر من هك. عايش وصح كسرهم علي كان يفيقوا بيك ورسميهم تتقى روحك تغني في كارت عشق. ريت معناها يغزي لعبة تشتحك علي وانت عقرني في البلاد. يودي نصلحوا شدي بعد غني وين ما تحب حتى في قصر رئيس كلزم. يودي خالك يلزم يفيقوا بي فيقوا بي. هاني انا فيق بيك تخبي في الفلوس يا غدار. انا فلوس ورحمة الله يعزلين يخبيت حتى فرن. انا فلوسة تستبلع فيا يا مزيودي ويانا مش نوى كي بتحب نيش وصل دقيش ما شنو دي نحب انا محب ناكل حاجة بنين وكراحة الطماطم وصف النار بتاع بيبي زين هي تخلص في الفلوس وش بيهم المزيودي بيبا نحكي معاك شو بيهم المزيودي قلت لك أركح لان تمتمك ليه جبت هذه تم تحصولي تم تمني وهذا ربي الكف يا تم توما ما نقول لك تم تمني وهذا ربي الكف يا تم توما ما نقول لك هيا هيا نمشوا اما اليوم دزة بالهادي مدام حالتها استابل اما ماذا بينا كانت بيت لي الاخرى حتى انا ظهرت لي مازالت تعبه وي بدنها تعب خاصه نفسيتها اما غدت نجم تروحوا بها عين كاف ملا احنا باش نعملوا تحاليل باش نقطعوا شك اما حسب خبرتي عندها سورموناج وانت مسيو كانت تحب تبدل بونسمون وتعمل كنترول لا لا مسالي سي با لا بين ان شاء الله لاباس عايشك دكتور نجم تدخلوا لها بيان سور اما ما تكثرش عليها هي بيان سور تلبس ان شاء الله لاباس اوكي حاضرينا شغلة وتهرب عملية سايبرة سطر على سلامة صباح صباح مدام تكملوا تخلط علي البيرو صعب شوية عندي زوز عمليات اليوم مدام بلامينة وي ايه وصباح حالتها استابلة هي صباح ما تنق شوية متخرنينك هذاك امبوسيبل لازمني نمشي نشوفك الليلة ولا تو ما نجمش نقول لك ايه ولا لا بيني انت تليفون اوكي صبا علقتكم بالمشوى الجاية ليه في حدا مشكل صبا نجلة هونية لا مانيش هوني خرجت من الصباح اما نورمالمون تلقاها في كور دو شون اه سي بداو هاي رجعوا اليوم اه اوكي ميرسي بوكو هلو باي باي نهار كامل واقفة معاي ارقد ارقد الدنيا ما زلت زاوية كهو ما عندي ما نعمل لك طمطم اش حصل انا حقت سكرتيرين شي غدر سفاقس نجمو اما في بالي نزيدو ايامات وعلاش باش ما نقعدوش نتلفحو في سفاقس انت زينا قاعدين تلمو مليح كملوا باش كي نوصلوا لسفاقس نركبوا في الكار وطول توزه اه اش قلت هاي باهي كي وليت تستعرف بيا باهي باهي جعت وش بك اللي صرخ ترفع نبه خبيتهم مزيان هيك رخت برا جيب زعما دي برا تمتم ما عادش تعود هذه تمتم ماستر تمتم اما انت بديت تتحسن جيت قالت لي مشكله هكا في النوتات العاليه ما سي نورمال شوي بشوي اوكي ميرسي ميرسي بوكو عايشك
كل ما ريتنيش شكون السيد اللي حط في يده عليك؟ ما يهمكش. شو بتحكي هكا ساعة انت؟ وينك اليوم هكا في القهوة نستنى فيك وحدي؟ التليفون للميساج؟ مهدي متروبة من عندي ما نعمل. شو بتحكي معي هكا ساعة انت؟ مش عاجبك؟ لا والله بلت انت. شتم؟ احكي لي؟ فما شيء. نحب نقصها. نحب كل واحد يمشي على روحه. فهمت شو فاهمة؟ علاش؟ قلقت بردت ما عادش هين قلقت أبسط حاجة لالا كي تحب تقص نجي تحكي معايا ما عادش عمرنا 4 سنين راه أوكي ها في بالك احنا ما عادش مبعضنا فهمت هكا؟ نجم نمشي؟ ما صحش تحبني ومتفاهمين ولبس علينا غلط بس خايب روحي نحبك أما تعطي ما نحبكش عمري ما حبيتك دايخ غصبت على روحي غصبت على روحك هكا تخيب روحي بالوقت هكا بشو عني نحبك بشو نستانس بيك ونتوحشك اما لقيت حكاية في رغب ما دي انت طفل بي وانا عملت معك جو وفرحت معك وضحكنا اما ببلوس خلي نمشي زياد لباس شوف عزيزتي هذا تاريخ اليوم لحظة سمعتو معهم باش نرجعهم نتصاوروا نروح بزياد اخر الجمعة اخر الجمعة يا ربي بدي صبرني يا ربي يا ربي راني تجويت يا ربي راني تجويت راني تعرق يا زياد يا ايدوك انت جلال وعاشا نجاح وهدف زبلتها اليوم بالليل العظيم مسمعتها وسخوذناها صحيت هذاك شي يلزم ما حقك شو عملت كيكا مع مهدي مبارك حكيت معه وفسرت له وعليه شنو بشي بدل ما حبيتش الامور دي تتوتر اكثر ما حبيتش نعملوا مشاكل مع ام يمينة يظهر لي اللي من حقه يعرف كمان يا هلا عليه تحب تصعبها عليا وعليه سي وفي طاح القدر ما بينتي انا وامه شو مازال فيها ما عنيش بشي تلقدر يتيح اكثر ما بينتي انا وياها ولا ما بينتي انا وعائلته هي عادة تقوم تجرحه كنتوا تنجموا تقصوها بالحسنى ما نجمش خاطرني نحبه وعمري ما حبيت طفل كيما حبيته وانا نعرف كان مش نحكي له بشي تيكا باش اكثر هي ما هو راه تو مصدوم فيك تكمل امه عاد تحكي له على الحكايه وعلى اللي صار تطلع انت الخايبه مسالش خليني نطلع انا خايبه خليها يكرهني اما ضميري انا مرتاح تصورش قد ايه حبيت نعنق اليوم توحشتو على الاخر خلنا نلعبوا تروح بلاي جو هذا نيونيو جاني البارح من فرنسا يفطق هيا مان مهدي خلنا نعملوا ضحكة ما عينيش سامي خطاني انا ماني قتلة بيعتها مقطعة على نجلة متاعك هيك ظهرت على حقيقة اسمع راه البنات الكل كيف كيف تقضي بكشورها ومن بعد تفصل اسأل مجرب صح
هي عادة سبان أطلع غلط فيها أنا. ياكها وجات منها خير وناس خويا ارتحت منها هي الخاسر. صدقني إلا ما تندم وجيت تبوس لك سقيك. والله كتطلع على اسمي وطه عشان تلفت لها خرجتني دخفة في الدخ. أما صاحبي تور والله تور. خليتكم تعملوا اللي تحبوا وتمشي وين تحبوا وتجي وين تحبوا. في بالي وليدي كبروا وعملوا عقلهم واللي يفهموا الدنيا. واحد جيب لي واحدة ما تتهزش من قص النهار لدار درا ما نزل قلمها. انتي جابت لي باندي سيني عايش ولدي لبرا. ايه بيا سيغتا سامحوني قلب مين عايش بنتي فضلك زيد السياح غدوة هزها الكلينيك وفضها المشكلة وكهوة. شكونه مقبوب السعد في راس تعرفوا انتي هذا؟ نعرف جاي معانا لدارنا. الله 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 يا سي شباب في بالي معاملة عليك باش تستحفظ على اختك وترد بالك عليها. حطينا على شكون معاملة. اخرج عليا اخرج اخرج انتي زينة اش تعمل هون؟ اخرج عليا هكا مرامة هكا تعمل فينا؟ عليك قريت ووريت وكبرت كيف تحب تعيش حياتك وتعمل على زي راسك وعلى الأقل قرح حسابك مش بتحصلش. أمان عايشك سمح ما سمحش ما عندي من سمح فيك. اطفل في بالو في بالو ما عادش زالي التليفون. أنا مش أقول بوك دب راسك. أمان ما لازم يسمع بابا زي اللي قاعدة تقول فيه الكل. قعدوا نهزك معايا كلينيك ما تاكل حتى شاي الصباح فهمت؟ عسلمة عسلمة مرحبا. أنا جيتكم على النوز اللي في الجريدة. بعتنا السي نتاعك أنت؟ لا ما عنديش انترنت أما قلت هاني نجيكم هنا. باهي جبت معاك سي لا احنا طالبين فوندوز كوافوز وفام دو ميناج. أنت لشنو جيت؟ أنا نحب نخدم فوندوز. باهي عمالي الورقة هادي هزتي لو سمحت. تفضل. ميرسي. مهدي ايا بابا قوم ايا نهارك زي ايا عايش ولدي يشرب قهوتك قوم صباح خير مين ما هنيش عايشك شنو ما تقوليش انت زاد خواطرك دايره كيف اختك ضحكتني خايف من الضحك حوالك ما هيش عجبتني فايقه بيك داخل بعضك وعلى اعصابك ادفع لولدي كنا غاطسين مع المرام اما توا هاني تفضيت لك احكي لي ثم شي تحكيه يومين عبون تخبي على مامي مهدوشة على راحتك شني حويلك مع نجلة صار نجلة عاملة فيك هذا الكل مقوى سعد هي سيدي الحقيقة هي شهلولة وحلوة ومسرارة وسل عسل وعينيها تلمع بالذكاء نجلة حكيه ومشيت على روح علاش؟ ماكم كنتوا باهين مع بعضكم مش صار؟ ايه تاو معاش مع بعضنا ما تقوليش امك لازتلك ليه ما خطيه نجلة قصت معايا
قالت لي كلام يوجع وانا قعدت بناريم. مشيره مجم صدقها ومشيره ياسر وجعتني. مالك كيف هكا الحكايه؟ فسر لي مليح باش نجم نقولك بالضبط اش تعمل. بليله ونهار طفله تقلبت سكر التليفون مشي باش قابلها باش نفهم شنو الحكايه. هنتلتني ما قلتهاش فهمتني اللي هي ماش تحب علي ماش عينا فيا. يلي أمورو مهدوش. أسمع ما زلت صغير فتبت تعدى الحكاية. نحبها وما صدقتش اللي حكيتولي. ما قعدش معها برشا وقت نجلة ما نعرفها كيفاش تخم. كي نبدو مع بعضنا برشا سنسيريتي برشا ضحك برشا انرجي. كنا نروح واحدة ما صار في مخ نارش. إيكوت مهدي الحب حلو باشا أما كيف يولي يحرق الأعصاب والعيشة تمرار بلاش بيه خير. أهم حاجة الوضوح وخاصة مع روحك وما تتعدى إلا ما توضح كل شيء باش كيف تقول نسيت تقولها بالفم الملاء. أنت ماكش مصدقها Et pourtant, j'attends. Moi, j'ai de l'expérience. J'ai vécu le grand amour. Nansak. Hawl FMA. Bish taqta chak. Nkhaf la zita jrahni. En plus, karamti. Karamti, mahlik. Fil hub, kul shay tbadal. L'alouin tbadal. L'ahwa, l'rayha. نظرتك للدنيا تتبدل كل شيء تولي تشوف فيه بالكبير وثم بارش حاجات يفوتوك وما تفطنش بيهم. ننصحك زيد احكي معاها تيق افهم وقرر زعما يعطيك دودة. اشرب اشرب قهوتك واعطيني كالضحكة العزيزة الغالية توحشتها ضحكتك بالدنيا. مهدي لازم تقف مع أختك وتعاونها. هاي أنت مستعدة باش تخدم في الغربة؟ هي كان شهرية باهية علاش ليه؟ مستعدة باش تسافر بعد 5 أيام؟ 5 أيام مش مزروبة برشا الحكاية. والله عندنا يعني ديبار بعد 5 أيام ونقصتنا طفلة. شنو كنت حب تنجم تستنى. أما ماك تعرف فرص كيما هذوما راهم ما يتعاودوش. وقداش شهري؟ مليون سالير دو باز بيان سور فما بريمات. مليون؟ أمانة راهو لا عندي باسبور ولا عندي حق تسكر. تهنى بالنسبة للباسبور جيب لي 8 تصاور مضمون وبطاقة تعريف نحضرو لك في نهارو. بالنسبة للتسكرة نتاع الطيارة خالصة مع هاد المشغلين نتاعك. والكونترا تنصحو هوني ولا غادي؟ غادي باش تعرض لكم واحد في المطار يتلاه لكم بالباسبورات ويتلاه لكم بالكونتراتوات والخدمة والسكنة. تهنى. ألو قلت ليش تمشي وانا نشوف غيرك. لا نمشي. ومتأكد داركم شو يوافقوا؟ اي انا بابا متوفي وامي مريضه لازم نمشي نخدم. باه جبت لي تصويره كبيره. اي السكرتير قالت لي لازمك تصويره خرجت عملتها اما لا غالب مش لك الكل. مسالش اما لازم باش نبعثها مع الدوسي. اوكي ملا هي لا غدوه تجيب لي ورقه تاع الباسبور ممكن نزيدو نحكي. معناها هي عندي الخدمه نورمالمون باش نحبو اكثر طفله صغيره مثقفه ومزيانه. يلا مبروك عليك. عايشك ان شاء الله نكون في المستوى. انا متاكد. سلامه. عايشك. ها ناجح اش قولك برجوليه مهنت للطفل اكيد مكمله ولا كيفاش؟ تهنى يتلاو بها توكي لبسوها ما كيجولها ماش تعقلها جملة زعما ترك حلهم حصها ماضي تسبل ياسر. لا ماضي ولا شيء هذيك توا تمشي وتذوق الفلوس توا تعجبها وتعمل كيما غيرها. شنو أول مرة سي نجح؟ لا كي حسيتك نجم ترقم خير الطفلة هذا عرفها سبي. قول هكا عاد مال أخوي كي وزونشيغ نلعبوا احنا. الحمد لله على سلامتك نهت عايشة.
هيا عزيزتي ليش بيكرني دايا؟ نسينا شيء؟ لا لا لميت كل شيء ما تخافش. زلت هنا طلعت 45 منيت توفى الحكايه. انا خايفه دكتور. مش قلت لك ما عندكش الحق تتكلم كما قال لك؟ باه انا هاني في البلوك وقت تحضر جيبها مدام حنان. تفضل دكتور. خير صباح النور دار حنان في بيروها لا في دوزيام ايتاج